افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة فعاليات مؤتمر التشغيل المميز الثالث بحضور عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين بالشركات النفطية والصناعية الخليجية والعالمية. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الطاقة حرص حكومة مملكة البحرين على استقطاب واستضافة الفعاليات المتخصصة في القطاع النفطي والصناعي، وذلك للدور البارز والمهم في تبادل وتقاسم الخبرات والمعرفة بين الجهات ذات العلاقة. وقال سعادة وزير الطاقة إن العالم يشهد تغيرات مستمرة وبشكل متسارع، لا سيما في صناعة النفط والغاز التي يلاحظ فيها تذبذب في الأسعار، والذي بدوره يؤثر على رأس المال المستثمر طويل الأمد. وتابع سعادة الوزير بأنه في مواجهة عدم استقرار الأسعار، قامت شركات النفط في جميع أنحاء العالم بتبني حلول مبتكرة لقطاعات التكرير الخاصة بهم من أجل مواجهة التحديات، ومن بين هذه الحلول التشغيل المميز، حيث يعد السمة الأكثر شيوعاً للاستدامة في مجال الأعمال التجارية بطريقة مربحة. وأشار سعادة الوزير إلى بعض المبادرات والمشاريع النفطية التي تشهدها صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين، والتي تمثلت في التركيز على التشغيل المميز في مشاريع التنقيب عن النفط في المناطق غير المستكشفة سابقا من الجزيرة والبحر. كما تم مؤخرا منح عقود لبناء خط أنابيب النفط الجديد الذي يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، معربا عن اعتزازه بفوز الشركات الإقليمية بعد منافسة قوية مع الشركات العالمية، والتي تقدر كلفة المشروع فيها ب 300 مليون دولار، وسوف يكون جاهزا في عام 2018. وقد عبر سعادة الوزير عن سعادته بتميز أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة، والتي سوف تساعد في التركيز على التحديات الحاضرة والمستقبلية لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط والخروج بحلول مبتكرة. بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014، قامت الشركات النفطية باتخاذ إجراءات تقشفية وإيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع الانخفاض في أسعار النفط وللحفاظ على مركزها التنافسي وعلى ربحيتها. ومن ضمن هذه الحلول المبتكرة ما يسمى بالتشغيل المميز Operational Excellence، وهذا النهج من الإدارة يركز على 4 عوامل رئيسية في كل عامل يجب على المؤسسة أن تتميز فيها. العامل الأول هو العنصر البشري وفريق العمل. العامل الثاني تطوير عمليات التشغيل. العامل الثالث الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. والعامل الرابع اتباع نظام التطوير المستمر والدائم.